ネルギガンテ、私たちと同じくマグダラオスを追ったコリュー。
العظيم، استغفر الله العظيم.
Mm.
عذاب عذاب خرب بيته. والله الوحش عذاب يعني، لو تم ترابع تناقص 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 ما في فايدة. بتشوف الفيديو واضح ولا في شو اسمه؟ هو واضح. شو ما دمر يا هي، يمكن هاي رابع مرة تدش عليه. رابع مرة تدش عليه، خرب بيته البوكس ماله. شفت هاي الضربة، هاي لوتيك نص اتش بي. طبعا من قوة الضربة، من قوة الضربة انت تطيح مدوخ، اي اعطيك بوكس ثاني. يلا يقولك روح دور ربعك. لاني شغال على الثريجي، شغال على الثريجي صعب شوية الجرافيك. اصبر واجرب شيء من جهاز مال الشاشة. من حطيت الجهاز هذا؟ الحين براويك دقيقة. المشكلة لازم اخلص الماء، لازم اخلص هاي البوس هذا واخلص الماء بهاي عشان ما اضطرش ال ثندر. اوكي ثندر، بس انا بدلت عنه، حطيت شو اسمه منصور شاف لبسي سبني سب. اي لبس مسوي؟ شوف اللبس اللي عندي انا مسوينه ترى دمج، اللبس اللي عندي مسوينه دمج. ماشي السورد هذا ماشي، تم ثم مثلث مثلث مثلث. شوف السورد الاحمر اول ما يزيد وصل فل. اوكي وصل فل، تم تعطيه رايت 2 ار 2 ار 2 ار 2 ار 2 بس. الحين خلاص تروح تقيم عليه، طبعا لازم تسوي انجيج مثلث وار 2 ثلاث ار 2 يسوي لك الحركه هاي. ثلاث ار 2 اول ما تسوي هاي مثلث ار 2 شوف السورد يزيد بروحه، تضرب واحده مثلث وبعدين تم رايت 2 ار 2 ار 2 ار 2 ار 2 اوكي نفس الشيء ترجع ثاني مره. ترى تتحكم بالنقزه مالتك هاي،
بس انتو حظك عاد اذا صح ولا لا. خايس الليفلتي مالها خلينا رانك 1. كيف يعني رانك 1؟ يعني ما افتح ترى اللبس اللي عندي انا مال هاي رانك. يوم تفتح الهاي رانك الهاي رانك شو يسوي؟ شفت الاشياء اللي جمعتها قبل بالرانك 2 في اشياء ترم تطلعها بس. يعني البوسز مثلا انت راقد على بوس معين تذبحها في رانك يعني في قبل الرانك 11 وفوق تمراقد على الوحوش هلاكي الماتيريال مالهم يسوي لك شيء من اللبس الجديد. واللبس الجديد نوعين، نوع يعطيك ستاتو هذا ونوع تحط فيه جيمز. انا هاي اللي ما عرفت شو الحركه هاي دايره وار2 بس تشل اللي عندك كامل. فهمت؟ ها انا لبس بون، لبسي كامل بون، انا لبسي كامل بون ما عدا بس الهيد هذا بون 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 كله بون. اتاك 2 اتاك بوست شوف ها هذا كم يعطيني اتاك 1 2 3 4 شوف كم الاتاك عندي 6 الاتاك يعني دمج شوف البون يعطيك دمج زائد اذا طاحت لك الجمز مال الاتاك. شوف حطنا على السلاح هذا مال الفاير شوف حطنا على السلاح مال الفاير يوم يكون عندك اتاك تعطيك كم ليفل 6 بلس 8 18 اتاك والانفينيت انفينيتي هاي بلس 5% لو زدت من اللبس بس اتاك واحد زياده. يعني مثلا ابدل شيء من لبسي يعطيني اتاك. شوف الحين شوف شو اللي يعطيني اتاك السورد والهد والبادي 2 والهاند 1 والشارم. لو ابدل فيت في اتاك بينقع عندي الليفل 7 بيستوي عندي الاتاك كاب. طبعا الاتاك اوكي بس يا اخي يبارك بارتي اذا عندك اتاك نفس اللي عندي يعني تحتاج بارتي. ليش؟ البارتي على الاقل ناس يعني تروم تتحمل انت تسوي دامج انت بتسوي دامج يعني تقص الذيل. يعني شوف ترى السلايسنج قص ذيل وسوالف هاي الهامر والسوالف هاي حق يسوون ستان يضربونه في راس الوحش. تم تضرب راس الوحش وتسوي له ستان. بهدلني يا ريال هذا ما خلى شيء عندي بوشنات ما حرقتها. انا اشوف
يخرب بيته ضفني يا رجل ما عندي شيء. حلو اللبس مالهم بس خليني اروق شيء. انا اظني عندي الهد مال شو اسمه مال راثلوس. الهد حلو لو يتيب ثلاث قطع، شوف ثلاث قطع من اللبس ماله انكريس المنت دامج الفاير والووتر والثندر والايس وين يو لاند كريت هيتس. يوم تسوي كريت يزيد الدمج في الكريت بس. والله منصور شوف انا دائما العب، بعطيك يا قاعده دائما العب اللعبه على راحتي يعني. كل واحد وكيفه يعني. انا الشباب حتى منصور كان يعلق عليه ليش لابس البون، عجبني البون لابس البون انا بسط على البون. ماينس ثلاثة دراجن أروم أسوي سلاح دراجن، أروم أسوي سلاح دراجن. مو بكذي الموضوع، موضوع مش موضوع أنه بس دراجن. وها أنا أقول لك لو واحد معايا في البارتي زين بسوي باخذ راحتي شوي في الدمج، فهمت؟ أما يوم أنت بروحك تراك تتوهق. بنك ما وقفني ها 13 بس وقفني هذا. وبعدين ترى انت شو يصير الحين يوم تصير تساعد الشباب ما تاخذ اكس بي وايد. عندي الوتر انا بس الوتر بسوي له ابجريد. هو في الستوري قدام بيفتحوا لك بلس 2 برويك. أرويك كيف تعرف البلس 2؟ تجيب البلس 2 أبغى تبدي هذا البص الحين. شوف بتكلم مال بيك كوست عند عند البلاك سميث تكلمه بيقول لك حتى الجير بيفتح عندك. شوف أول ما يفتح الهاي رانك مال الوحوش يفتح مع الجير. والله الشباب يقولون حلو بس انا ما شو
هذا البون، هذا البون بالش اسمه، وهذا البون ستارت. يعني انت تتكلم عن ديابلوس. هذا فنان ترى، ها هذا فنان، اذا بتيب منه هذا حلو. قطعتين اول ما تفتح السلاح تسوي دامج وشاربنس يعطيك، ويعطيك كرت، يزيد الكرت عندك. الله هذا وين يعني، ها هذا منو يعقه؟ ترى مسويه بعد خسي. شوف هذا لو سويه مرات له سبحينه بيزيد عند الاتاك وبيزيد عند الفاير دامج. هذا ما عرفت انه يعقه. انون سكن والله ما اعرف ليش. Extending the warm sharpness gauge and it will not decrease at the gauge past the maximum. والله عجيب، بس شكله رهيب. شوف جمجمه يا ريال. شارب دقة واحدة تي يعطيك شارب، هذا الحلو به. توني كنت شايف انه مال بعد. هذا حلو مال شو اسمه، اذا تبغى فاير دامج تسوي مال الارجن، هذا الديناصور هذا كان يبهدلنا. ارجن اذا تبغى فاير دامج كل فاير. راثيان حق البويزن، اللي يلعب بويزن شوف بويزن دامج، بويزن ريزيست، بويزن اتاك، ريكفري بسرعة، هيلث بوست، اتاك بويزن. اللي يلعب بويزن ويبن يسوي مال رايثن، وايد ينفعه. يعطيك شو بويزن ريزيست هيلث بوست، لا الهاند، يسوي الهاند، يسوي الهاند والهد، وقطعة ثالثة علشان الالمنت. اذكر وين لبسه،
مخابني هذا حق الايس. لا هذا شو اسمه في البركان بلاست اتاك، هذا ينفعني انا حق سلاحي. افكتفنس كم يعطي؟ بس حلو حق شو اسمه اللي يلعبون بوز. يلعبون بو وايد ينفعهم اللبس. شوف اكسبلوجن بيرست بلاست ريزيستنس. هذا حلو، هذا اللبس قوي بس ينزل لك الافكتفنس ماينس. يا الله مو مسوي اللبس هذا. بس فلوس فلوس. هذا ايس. شوف لاحظ هني بتشوف ايس اتاك ديفنس بوست ايس ريزيست. هذا ايس، هذا ثندر. اذا تبى تلعب ثندر بسلاح ثندر خذ هذا، سو هذا ثندر اتاك ثندر ريزيست هيلث بوست ان ثندر اتاك يعطيك ثاني مره. شوف اذا الهد الهيتش كم يعطيك؟ 6 60 ليفل 3 100 ليفل 4 5% 10% بونص 100. يعني تسوي ضرب ثندر مش طبيعي. البادي عندك ريزيست هيلث بوست زائد ثندر اتاك زائد 30. وايد وايد تسوي. هذا ما ادري من وين يعني. حصلت مكان اللبس مال السكل سكلتون اللي رويتك اياه. ديفاين وند ريجن وند الحين بسوي هذا عشان ينقى عندي الاتاك فول وفاير دامج. شو ناقصني؟ ناقصني راثيوس هذا 1 و4. راثيوس لازم اسوي له فار عشان كذا اطرش الفولورز على ها. خبيت والله عجيب شكلها. بس ينزل اتاك عندي ينزل 1. ترى الجيم اللي حاطينه على السلاح الجيم اللي حاطينه على السلاح شو اسمه
هذا مول ديابلوس. حلو. هذا حلو حق واحد يبي يتنك تعرف شو تسوي؟ تجيب لك لبس يسوي مال قذرق. يعني مثلا شفت اللبس اللي خليني اراويك. شفت اللبس اللي اعطونا اياه في البدايه؟ شو يقول لك هذا؟ increase the childhood to rare gathering point respawn. وعندك هذا بعد makes the rarest sight of the world. في واحد ثاني بعد هذا speed up the gathering and prevent knocking up while you're gathering. ترى مسوي يعني تجيب لبس. خلنا في سروال كان عندي في سروال كان عندي انا سويته بس ما لا سوري فيت ما جربته يعني. هذا بون ده مخابني. هذا هو one extra consuming herb per the gathering. هذا حق الهرب بس هذا شيء يعطي هذا ما يعطي شيء. هاي لازم تسوي حق تم تجمع من البونز اللي هناك.
دوه جينكي. اشوف سيكس بديشنر